لكن كل النسوان بالعالم بينبسطوا لما أزواجهم بيساعدون بأمور البيت، بس يا عزيزتي مو كل الرجال مستعدين ليساعدوا نسوانهم، لأنه الدراسات بتقول أنه الرجال بيظهروا رجولة أكثر لما يتملصوا من شغل البيت، وحتى لو كانوا قاعدين طول اليوم بالبيت ما إلهم استعداد نهائياً لهي الشيء، لأنه الموضوع بالنسبة لإلهم ما بيتناقش، هيك الدراسات بتقول.